من اول احداث 7 اكتوبر ونحن عم نتحرك بلبنان، كنا عم نقاطع ندوات الى تواصل مع شركات صهاينه، عم نطالب بالجامعات بجسم طلابي واحد بكل جامعات لبنان لحتى يقطعوا كل العلاقات مع الشركات اللي موجوده بالكيان الصهيوني مثل شركه اتش بي. هذا كان مطلب للاي يو بي. عم نتحرك على السفاره المصريه بقلب من اول كمان احداث 7 اكتوبر. النظام المصري عم يعتقل كل حدا، كل طالب عم بيتظاهر لحتى يتضامن مع غزة أو يطلب من النظام تبعه أنه يقدم مساعدات إن كان أو يفتح المعبر أو أي من هالمطالب. كان عم يعتقل ولهلأ في طلاب بعضهم معتقلين، فنحن هون لنطالب بإطلاق سراحه فورا وحتى نقول أنه الأنظمة العربية كلها بالمبدأ مطبعة، يعني نحن واعيين لهذا الشيء. بالجامعات عم نطبع كيو آر كودز كلها فيها شو اللي مقاطع وشو اللي مش مقاطع والبدائل. هذا الشيء كتير عم يفيد، يعني نحن عم نتابع اقتصاديا كل الشركات قدي عم ينزل الأسهم تبعها بالبورصة، ومثل ستاربكس مثل بيبسي مثل غيرهم. وزيادة على أنه الضغط على الجامعة لحتى الجامعات، مش بس جامعة واحدة مثل أيو بي أل أيو، لحتى يقطعوا كل العلاقات، لأنه يعني المجال التكنولوجي بالجامعات كتير واسع وبيتطلب يكون في موارد، ففينا نستغني عن كل شيء بيدعم الكيان ونتوجه للبديل.